وللمزيد بشأن تطورات اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمبنى البرلمان في بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والعراقي أحمد الجميلي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا بك، مرحبا، حياكم الله. أستاذ أحمد، حبذا لو تطلعنا على أبرز تطورات اقتحام أنصار التيار الصدري حاليا للمنطقة الخضراء. نعم، ما زال الآلاف من أنصار التيار الصدري داخل قبة البرلمان العراقي، بينما تجمع آلاف أو مئات آخرون في الباحة الخارجية للبرلمان العراقي. أيضا هنالك مجاميع جديدة جاءت من أنحاء مدينة بغداد، انضمت إلى أنصار التيار الصدري في عملية اقتحامهم للبرلمان العراقي. ما جرى بالضبط هو أن أنصار التيار الصدري تمكنوا من إسقاط عدد من قواطع الكونكريت التي كانت تحمي أسوار المنطقة الخضراء، ثم توجهوا راجلا إلى داخل أو إلى عمق المنطقة الخضراء. قامت القوة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وهي الفرقة ما تسمى بالفرقة الخاصة بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، وأيضا أطلقوا القنابل الصوتية في مسافات قريبة فوق رؤوس المقتحمين من أنصار التيار الصدري. لكن بسبب الكثافة العددية لأنصار التيار الصدري هذه القوة فرت أقطار هذه الجموع، وتمكن أنصار التيار الصدري من اقتحام المنطقة الخضراء بالكامل. وشاهدت أنا بأم عيني كيف أن مواكب خاصة بالمسؤولين قامت بالفرار من المنطقة الخضراء باتجاه طريق مطار بغداد التونسي. بعد ذلك دخل المتظاهرون إلى بناية مجلس النواب بعد أن حطموا البوابة الخارجية للبرلمان، ودخلوا إلى القاعة أو اللوبي الخاص بالبرلمان، والآلاف تجمعوا في هذا اللوبي وأطلقوا الشعارات المؤيدة للتيار الصدري ولزعيمه مقتدى الصدر، كما أنهم تجمعوا في القسم الإعلامي الخاص بالبرلمان العراقي، لكنهم لم يقتحموا قاعة اجتماعات أعضاء مجلس النواب. ربما هي تعليمات خاصة صدرت من كابينة التيار الصدري بإبقاء المتظاهرين فقط داخل لوبي البرلمان وعدم السماح لهم باقتحام قاعة اجتماع مجلس النواب. نعم، برأيك يعني أستاذ أحمد كيف سيؤثر اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان على المشهد السياسي بشكل عام وملف تشكيل الحكومة المقبلة بشكل خاص؟ أعتقد أن ما حصل اليوم هو علامة فارقة في التاريخ العراقي المعاصر وفي ما تسمى بعمر العملية السياسية. يبدو أننا متجهون إلى حل البرلمان الحالي والإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة ربما ستجري خلال أقل من عام بإشراف أممي وإشراف دولي. لكن أيضا من أهم أهداف ما حصل اليوم هو أن المتظاهرون رددوا شعارات تنادي بإسقاط نوري المالكي وإسقاط أي مرشح يصدر عن حزب الدعوة وكذلك عن ما يعرف في الإطار التنسيقي. نعم، بالنسبة لهذه التظاهرات يعني بما أنك متواجد هناك، هل السبب الأكبر هو ترشيح محمد شياع السوداني أم التسريبات برأيك؟ هي أسباب عديدة، التسريبات أيضا يعني أدت إلى شحن هذه الجموع الغاضبة والاحتقان الكبير لدى الشعب العراقي. عبر عنه اليوم أنصار التيار الصدري، يعني أنا شاهدت هتافات وشاهدت رايات كانت تشير إلى التسريبات، حيث أن المقتحمون اتهموا نوري المالكي بالقيام بإثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي. لذلك المتظاهرون رددوا شعارات تنادي بالوحدة الوطنية من قبيل إخوان سنة وشيعة وغيرها من الشعارات.
كما أن الهدف الآخر والأساسي أيضا هو إسقاط أي مرشح يصدر عن إطار التنسيقي وبالذات عن نوري المالكي الذي يعتقد أنصار التيار الصدري أنه أصبح المنظور وغير صالح للتحكم في مصير بلد مثل العراق. نعم، كيف يفهم تصريح الصدر لأنصاره من أن القوم يتآمرون عليكم؟ ألم يقرر قبلها الانسحاب من العملية السياسية وأمر نوابه بالانسحاب والاستقالة من البرلمان؟ لم أسمع السؤال جيدا. نعم، أسألك كيف يفهم تصريح مقتدى الصدر بأن القوم يتآمرون عليكم؟ يعني ألم يقرر قبلها الصدر الانسحاب من العملية السياسية وأمر نوابه بالانسحاب والاستقالة من البرلمان؟ نعم، هو ربما يشير إشارة غير مباشرة إلى أن من تحالف معهم قبل شهر أو شهرين بدأوا بخذلانه من خلال السير باتجاه ما يخطط له الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة توافقية وتوزيع الوزارات مناصفة بين الكتل السياسية التي فازت فيها البرلمان مثل كتلة تحالف السيادة السنية وأيضا الكتلة الفردية. هذه إشارات غير مباشرة إلى أنه بالفعل هنالك مباحثات تجري بين تحالف السيادة وبين الكرد مع الإطار التنسيقي من أجل المضي بهذه العملية السياسية وتشكيل حكومة لرئاسة محمد الشيع السوداني. بالمقابل الإطار التنسيقي سيقدم ما يريد التحالف السيادة وكذلك الكتلة التركية من مصالح على بملف النفط وكذلك المناطق المستنزع علينا وغيرها من المصالح التي تحاول هذه الكتل السياسيه تشكيلها تحقيقها على حساب مصلحه الشعب العراقي. نعم، اذا كنت ضيفنا عبر الهاتف الصحفي العراقي احمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.